يقول عندنا إمام مسجد يمنعنا من الصلاة إذا دخلنا المسجد وهو فوق المنبر يوم الجمعة، كذلك بعد صلاة العصر، يقول لنا تحرم الصلاة في هذا الوقت، فما هو الصحيح؟ بعد العصر نعم صحيح، ما وقت نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فالسنة يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال له قم فصلي ركعتين. إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن يخففهما من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. فهذا الإمام الذي ينهاكم هذا خفي عليه الحديث، ما يمكن ما بلغه الحديث أو ما قرأه. نعم.